immediately 2-2-1 for voting immediately. This is the final call for it. السودان يعني دائما الناس بيعرفوه يا خبر بتاع حاله اقتصاديه تعبانه ولا حاله سياسيه. المهم يعني القصه لا سياسه ولا اقتصاد, انما يدوك فرصه تتكلم عن شيء اجتماعي ثقافي. دي بتخلي فرصه تخلي الواحد يكون سعيد. يعني شايف انها فرصه كويسه جدا عشان الناس يعرفوا السودان يعني بالشكل الثاني بتاعه. تدي انطباع انه الحفله هتكون جميله, يعني لو زمان ما استمتع بشغل هنا زي ده وكده الليلة شكله هيحصل. في معانا برضو هنا في الفرقة المجموعة اللي هنلعب هنا في وافر شيخ الدين من اسبانيا, في ماتياس من هنا بلجيكا بيلعب درامز, في تيم برضو بلجيكا بيلعب ساكسفون, ومتكيفين جدا من الفكره بتاعت انه يجوا يشتغلوا مع ناس نوع بتاع موسيقى هم ما مر عليهم قبل كده, او انواع بتاعت ايقاعات ما مرت عليهم قبل كده. فكرت انه اليوم حيكون حافل جدا وحيكون يوم جميل,
وحيلم السودانيين كلهم ان شاء الله من هولندا ومن المانيا ومن الدول الجوار في اوروبا، فحيكون في يعني مجموعه كبيره جدا من الناس يعني. مشارك في حفل الفنان شحبيل احمد والفنان عمر بهنجة، والتحيه لهم وهم تمتد نشاطاتهم الفنيه خارج السودان، ونرجو للجميع سهرة موفقة.
السلام عليكم. أنا وليد معروف، أسكن هنا في مدينة أسطندة. مدينة أسطندة هي في أقصى الحدود البلجيكية مع بحر الشمال، وبعد تعدي بحر الشمال طوالي معاك إنجلترا، هي واقعة في النص بين هولندا وفرنسا. أنا ساكن المدينة دي من سنة 2003، بعد تخرجت في جامعة لوفين في الهندسة المعمارية، وتزوجت من بنت من بنات البلد هنا، درست معي معمار برضو في نفس الجامعة، واشتغلنا في مجال المعمار مع بعض هنا. فالثقافة السودانية بحكم ارتباطها معينة في الثقافة السودانية والإسلامية قدرت تعمل ديزاين لمسجدين في بلجيكا، وصممتهم بصورة جميلة جدا، وقدرت تخلط الثقافتين، الثقافة الإسلامية والثقافة الأوروبية. ده مسجد صممته أولى في جنت، ودي طبعا من أكبر مميزات شنو الزواج ده، إنه قدرت حفظت الثقافة بتاعتنا تماما، الثقافة الإسلامية الثقافة السودانية. ومن الحاجات الظريفة برضو يا الطيب الخطة دي، شوف عيال ما يكون نقول لهم مثلا اللي جايين ضيوف ناس الطيب ديل، يقول لهم من وين من وين من وين من وين، يقولوا لهم من السودان، أها ياتوا اللغة، عرفت؟ فدارين يعرفوا ياتوا اللغة ومن ياتوا بلد، لأنه طبعا بيجوا ضيوف كتار، يجيك ناس من الهند وناس من وين، البلد مليانة ما شاء الله. فدي من القصص الظريفة بتاعت الخطة دي. انا التقيت بها في الجامعه، في كنت بعمل في ماجستير في الهندسه المعماريه في جامعه لوفين في بلجيكا هنا، والتقيت بها هي ذاتها بتعمل في نفس الماجستير، تخرجنا مع بعض وارتبطنا ببعض وتزوجنا، وزارت السودان مرات كثيره، والنتيجه بتاعتها يعني تعلمت اللغه وتعلمت الثقافه وارتبطت بالدين الاسلامي، و ارتباط ذكي انا بعتبره، ارتباط بتاع يعني عاشرة المسلمين وعاشرة السودانيين، فاخذت كل جميل من كل حته. ثاني يوم طوال انا فاكر انه واحد دي هي دي كده رامي مفروكه لو انت بتعمل بامي مفروكة؟ انا عملت القراصة. عملت القراصة؟ اي خلاص احنا بعد ما ناكل بنوريك رأيي تمام. لكن غايته مين هسي الريحة بتاعتها حلوة شديد مشكلة؟ ايوه شكلك عاملة معه أول مرة عملتها كتير. عملت القراصة كتير؟ اي شكلك عاملة بهارات كويسة كده طبعا. بهارات بتجيبها من وين يا ابو؟ من سوق الدرمان. من سوق الدرمان؟ هاي احنا عندنا هنا دولاب اسمه سوق الدرمان، حاجات كلها من سوق الدرمان. عندكم دولاب اسمه سوق الدرمان عادي؟ والله يا اخي احنا مشتهينك للسودان. بس الكفته دي اللي اكلها ناس الصادق، انا حاكل الكسره والقراص. تاكل كسره هسه زي العجب. وملاح شوف الملاح ده ظابط كيف. الملاح خطير. بالهنا. الله يهنيك. خلاص يا مولا. Thank you.
انت عارف اسمه السنترال ليه؟ عليك الله تعالى احكي لك القصه دي. تعالى شوف المنظر ده. قال لنا الحفله البلديه انت عارف اسمه السنترال ليه؟ دي شركه الكهرباء. قام شركه الكهرباء تبرعت للبلديه بالجزء ده من المبنى. الجزء المبنى ده كبير جدا، انت لو شفته من برا ضخمه جدا. ها؟ تعال شوف باقيه. السنترال المحله دي ده عايز يبقى متحف. ما بيستخدموه.
دي الكهرباء، دي المقرات بتاعت الكهرباء القديمه دي كانت اسمها السنترالة، باحتوار السنترالة بتاعت الكهرباء. عايش عايش هو عداد الزمان هنا في غربك عروس عداد دي نفسها اسمها عداد السودان. اي نفسها في غربك عروس، عروس الرمال في شرقة الجمال، وجنوبك واسع مجال يا حلا رطبك في الشمال، يا في غربك عروس، عروس الرمال في شرقة الجمال، وجنوبك واسع مجال يا حلا رطبك في الشمال، يا انظر يا ربوع سودان حيك وتبوي قمانا، تطرب الجميع عيالك في كل البقاع، ترضى لك طوال الفرح في بالك يا ربع شفنا استقبالك، سوداننا نحييك تمام، تطرب الجميع عيالك في كل البقاع، ترضى لك طوال الفرح في بالك يا ربوح شفنا استقبالك، بنعيم الجنوب جد لنا ومن بيت فردوفان، أغنينا في شرقك رصيد وادينا شمالك فيه بركة وينا، تطرب الجميع عيالك في كل البقاع، ترضى لك طوال الفرح في بالك يا ربوع شفنا استقبالك، تطرب الجميع عيالك في كل البقاع، طوال الفرح في بالك يا ربع شفنا استقبالك، حييك في الغراب والبادية وفي كل الأراضي الهادي، في الخرطوم ظهورك نادية ودواك النفوس لك راد، يا ربوع سوداننا نحييك وانت، انظر 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 يا ربوع سوداننا نحييك وانت كل، انظر يا ربوع
نحييك وانت انظر يا ربوع السودان نحييك وانت كل امان. طبعا قبل كده انتوا شفتوا مريم في هنا في سنة 2009 كانت بتشتغل بيانو وغنت لكم بالعربي امي اظن. ومن الوقت ذاك لها تطورت كتير جدا في البيانو وده جاء ليه عشان لانها هي مهتمه جدا بالتمرين بالتحضير. الاكاديميه اللي بتقرا فيها كمان دائما بتحاول تختار اساليب استايلات مختلفه يعني هما لحد ما بيحاولوا يعلموك اساليب مختلفه في الموسيقى. هي الان قررت انها تدرس جاز. Are you going to do that? Yes. Okay. Okay. So, يعني هي يعني هي طبعا كمان بيقى عندها اهتمام في الفتره الاخيره بالموسيقى السودانيه. انا بتصور انه قريب ده يعني حاول اشركها في بعض الاعمال حقتي مع الفرقه بتاعتي. لكن في احتمال كمان تجي السودان تشارك في جائزة غادة للشباب للأدباء والفنانين حتكون الشباب الفنانين يعني. فحصل طلب من الـ من الـ 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 الناس المنظمين بأنها تجي تشارك مع الشباب المرة الجاية. I told you about it. Yes. To go to Sudan to play there. Yeah. Okay. So, شكرا.
playing with Shahabi Lavatis. I am a Belgian jazz musician, and this was for me a great experience to do. This Sudanian music is something different than what I do normally, and it gave me new perspectives in life as a musician. All those rhythms I know kinda, but it's different than what I do, and it was great to play and improvise with my colleagues, what's his name, Gandhi and Aziz. Yeah, it was great fun, yeah, with the great Shahabi. I didn't know him before, but now I do, and I will never, never, ever forget him. My name is Reza Khalid Al-Sayer. عمري 12 سنة وجيت بلجيكا وأمريكا سنة والفن السوداني جميل عجبني شديد مختلف عن هنا ولقيت فنانين سودانيين الحفلة كانت رهيبة والله كل الناس بيغنوا وبينطوا عزل صاحبي السيزة هو برضه بيحبها كنت قالت لي هو قال أعي محبا الغنية الحفلة عندي كل الخير وجاهي مرحلة الدنيا ودواها في شعاع النور عرفتك وكنت زي شفتي قبل ألقاك وزي إنك بدمعي من فرح وتمسحي عن رؤايا الضيل وتضحكي للزمان الجاي تضحكي للزمان الجاي وتتفجري مسامك ضي مع الصبح تشال شوي الصبح كأني معاك كان مصطفى كان الحل عندي كل الخير ويهي فرحة الدنيا ودواخلك في شعاع النور عرفتك وكنت زي شفتي قبل ألقاك كن الحل عندي كل الخير وجاهي فرحة الدنيا ودواهي في شعاع وحسيتك بتتجول جنواتك بتتبارك مع الأيام وتتجمل تتجمل تتجمل
وياك كل ما نجرب يتحول يتحول فارقك والعمر عندك ذهنات جيشها الطل وحسيسك بتتجمل دنواتك بتتبارك مع الأيام وتتجمل تتجمل فارقك والعمر عندي زهيرات غشاء الطب وحسيتك بتتجمل لنواتك بتتبارك مع الأيام وتتجمل تتجمل شنطة ملامحك في يدي ما كنت في أول عشان تفضل عشان تفضل ملامحك فيا ملامحك فيا ملامحك فيا عشان تفضل ملامحك فيا زي ما كنت في أول زي ما كنت في الأول يا ليلى حاجة جميلة جدا والليلة يوم اتعكس فيه ثقافة سودانية حقيقية عن جد يعني وشوفنا أسياد البلد البلجيك وشوفنا المغاربة وشوفنا جنسيات مختلفة كثيرة متفاعلة تفاعل كبير جدا ومتجاوبة مع الحدث ده ومشكور كثير جدا الأستاذ شرحبيل أحمد والأستاذ عمر بنقا عكسوا يوم سوداني أصيل والله عن حق والله نحن رابطة السودانيين بوستندا على بحر الشمال ببلجيكا هنا اللي هي رابطة اسمها كوش حبينا نشارك الأستاذ شرحبيل بتكريم بسيط جدا جدا حسينا برمز من الفن السوداني عبر المحيطات وجل أوروبا فكانت نغ